الكرة في الشباك أو سيكون للحارس بنبوط. ودفاع الاتحاد كلام آخر يستعد التنفيذ. عمار بورديم من أجل معادلة الكفة أو لدفاع الاتحاد كلام آخر. عمار بورديم بشكل رائع بطريقة مثالية، هذه نشاهدها في مونديال قطر، هذه الأهداف نشاهدها في مونديال قطر. هناك عمار بوردين بطريقة مميزة لم يحرك لها ساكنا بنبوط، يدرك التعادل للشباب. جنون في هذا الدربي، شوط أكثر من رائع، متعة ذكرتمونا بأيام الزمن الجميل، بأيام المتعة والإثارة والفرجة. طبعا عمار قلنا أنه خطير، يحب هذه المناطق، يعشق هذه الوضعيات، بشكل رائع نفذ. بنبوط اكتفى بالمتابعة مثلما اكتفينا نحن بالاستمتاع والمتابعة. يا له من دربي في الشوط الأول، البداية قوية للاتحاد والعودة قوية للشباب الوزداد في انتظار ما سيكون في شوط المباراة الثاني. متعتمونا، شكرا لكم. خلال